هل تعلم الصغار الطريقة الصحيحة للتخلص من القمامة؟ يا صغار، هل تعلمتم شيئاً؟ أحسنتم عملاً يا صغار. أيها الخارق، هناك أسماك قرش عالقة على الشاطئ. أحسنت عملاً فرانك، الماء سيحافظ على بقائهم أحياء. أسماك القرش عالقة لأن أكياس القمامة تناثرت في البحر. هل تساعد تشاد في جمع أكياس القمامة؟ لا تبتعد كثيراً أيها الخارق. عليك التحول أيها الخارق. ماذا ستفعل أيها الساحر؟ أوه، إنك تقوم برفع القمامة. فرانك، أسماك القرش. أحسنت عملاً أيها الخارق. عليك التحول مجدداً لإرجاع أسماك القرش إلى البحر. اختيار موفق أيها الخارق. الآن بقي سمكتا قرش. إنقاذ رائع أيها الخارق. أوه لا، زعانفه لا تعمل. أيها الخارق، استعمل ST 3000. نعم، المروحية ستساعد أسماك القرش. الحمد لله، أخيراً يمكن للقرش أن يسبح مجدداً. شكراً لإنقاذ أسماك القرش أيها الخارق. ياي، إنها عملية تنظيف للشاطئ. أحسنتم عملاً يا رفاق، حافظوا على كوكبكم آمناً. واو، خدعة رائعة صغير روكي. تساعد الصغير روكي في تعلم الطيران. يبدو أن هناك حالة طوارئ، عليك فحص ذلك. يبدو أن بوبي وتوم كانا يصطادان. أوه لا، هل هذا أسماك قرش؟ كارل، عليك الذهاب لإنقاذ بوبي. أسماك القرش طاردت بوبي من هذا الاتجاه.
لا أعتقد أن هذه الطريقة ستنجح. صحيح، عليك الدخول إلى الماء. نعم، الحق بهم أيها الخارق. لا أعتقد أن أسماك القرش ستنصت إلي. كرة القدم؟ لا أفهم شيئاً. نعم، لقد سيطرت علي. هكذا سنتمكن منهم. الحمد لله. بوبي، يمكنك التوقف الآن. لا، يتم إغلاق الجسر. بوبي سيصاب بأذى. توم، هل يمكنك الذهاب إلى الجسر وتحذير بوبي؟ كن حذراً أيها الخارق، لديك ضربة واحدة فقط. بوبي، يجب عليك أن تعرف إلى أين أنت ذاهب. لا تقلق، هذه مجرد لعبة. كيري، إلى أين أنت ذاهبة بكل هذه السرعة؟ متأخرة عن تسليم طلبية؟ كيري، هل سمعت صفارة الإنذار؟ يبدو أن بوبي في مشكلة. ماذا هناك بوبي؟ بوبي، القرش يتبعك من المحيط، احترس. كيري، بوبي لا يمكنه سماعك. انظري إلى الطريق، إنك على وشك. كيري؟ كارل، كيري وبوبي في مأزق. كيري وقعت عن الجسر وهبطت على زنبق مائي، وأسماك القرش تتبعهم. عليك إنقاذهم بسرعة. انظر كارل، كيري هناك. أوه لا، القرش سينطلق بسبب فتح الجسر في أي لحظة. أسرع كارل، هل تعلم إلى أي مركبة ستتحول لإنقاذها؟
كاري، انظري من هنا. نسيتما موضوع القرش، عليكما أن تحترساه. بوبي، الشاحنة الخارقة يريدك أن تجر كاري إلى الشاطئ. تمسكي جيدا كاري. عليك أن تسرع بوبي، إنهم قادمون. عليك أن تتصرف بسرعة كاري. فكرة جيدة، يمكنك استعمال أداة ST 3000 المذهلة بالتأكيد. أسرعوا يا رفاق. واو، أيها الشاحنة الخارقة، لقد نجحنا. الأداة تطرد القرش بعيدا، استمر. مذهل، لقد أرعبت القرش وأبعدته أيها الشاحنة الخارقة، أحسنت عملا. شكراً لمساعدتك أيها الشاحنة الخارقة، أنت محق بوبي، علينا جعل القناة آمنة أكثر. فكرة رائعة أيها الشاحنة الخارقة، لنستعمل شبكة. استمتعوا بوقتكم يا رفاق. مرحبا بني، يبدو أنك وجدت طريقة رائعة لتفريغ المنتجات. رائع، أحسنت عملا كارل. هذه اللعبة تذكرني بتيتريس، هل تعرف لعبة الفيديو؟ أوبس، لم أتوقع حدوث ذلك. عليك أن تكون حذرا يا صديقي. يبدو أن أحدهم في مشكلة. الصغار تنكروا في زي المنتقمون وكانوا يلعبون حول القناة. الجسر كان على وشك أن يرتفع ليمر بوبي من تحته، عندما قرر الصغار أن يقفزوا عليه. لسوء الحظ، الأمور لم تنتهي على خير، والصغار الآن عالقون على عوامة كان يجرها بوبي. بوبي ضرب بمطرقة وفقد وعيه. هذا صحيح أيها الخارق، علينا إنقاذهم بسرعة.
ماذا تقول أيها الخارق؟ لا يمكنك مساعدتهم من هنا، عليك الدخول إلى الماء. ماذا ستفعل الآن أيها الخارق؟ ستمسك الصغار بشبكتك؟ هيا بنا لنرى كيف يمكن للشبكة إنقاذهم. أحسنت عملا يا صغار، اتبعوا الشاحنة الخارقة على طول القناة. حسنا. أوه لا، لقد علق المغناطيس على الشبكة. لا يجب أن نسمح للصغير بالوقوع في الماء أيها الخارق، لا يمكنه السباحة. هل أنتم بخير يا صغار؟ يبدو لكم أمراً ممتعاً، أليس كذلك؟ أوه لا، تقول لو لم ننقذه في الوقت المناسب سينجرف إلى البحر؟ لا يمكن أن يحدث هذا. أوه لا، الطريقة غير مناسبة. بوبي كبير جداً على هذه الشبكة أيها الخارق. لديك فكرة؟ حان وقت استعمال إستي 3000. شعاع عن بعد، هذا ما نحتاجه فعلاً. يمكنك استعماله لإيقاف بوبي. بوبي ثقيل جداً، اسحب بقوة أكبر. تريدون مساعدة الشاحنة الخارقة؟ أنتم المنتقمون بالتأكيد. الشاحنة الخارقة مرهق جداً. بوبي استيقظ، أنت تنجرف باتجاه البحر. نعم، لقد فعلنا ذلك معاً. الآن الشاحنة الخارقة وبوبي في أمان. الخارق على حق. يا صغار، عليكم التفكير مرتين قبل أن تفعلوا شيئاً كذلك. كان هذا خطيراً جداً. مظهركم جميل جداً، أنا مبهورة بكم. مرحباً جيري، تحاول ضرب الرقم القياسي؟ لا يهم إن كنت بطيئاً بن، هناك الكثير لتفعله غير ذلك. تريد أن تتسابق مجدداً؟ بن، ماذا تفعل؟ لقد سرقت علبة طاقة قاعة المدينة. هذه العلب ليست لك بن، إنها خطرة، انزعها. لا يمكنك تخفيف السرعة؟ أوه لا، كارل، لدينا مشكلة. بن سرق علبة الطاقة ولا يمكنه التوقف الآن، إنها قوية جدا عليه، عليك مساعدته. عبر الطريق بسرعة رهيبة. أي تحول ستختار لتتمكن من إيقافه؟
احترز أيها الشاحنة الخارقة. كارل، عليك الإمساك به مهما كلف الثمن، إنه يتجه إلى الجسر الذي يتم إغلاقه الآن. بن، احترس، الجسر لم يغلق بعد. كارل، تحتاج مساعدة، استعمل أداتك المميزة ST 3000. أنا تو. خطاف، هذا رائع. لا تخف بن، كارل سيقوم بسحبك حتى لا تعبر الجسر. الحمد لله، تم إغلاق الجسر على كل الأحوال. لقد حصلت على شيء أيها الشاحنة الخارقة. احترس. واو، ميتشومو كابا. واو، هبوط رائع. أنت في أمان الآن بن، لقد عادت علبة الطاقة إلى قاعة المدينة مجددا. شكرا أيها الشاحنة الخارقة، لقد أنقذت المدينة. إدنا إدنا إدنا، انزع السماعة، هناك حريق في كل مكان حولك. النيران تنتشر بسرعة كبيرة، تحتاجون مساعدة. كارل، هناك حريق في الحديقة، المدينة تحتاج مهاراتك. يبدو أن إدنا قد أصابت أنبوبة. أيها الشاحنة الخارقة، إلى ماذا ستتحول لتخمد النيران؟ شاحنة إطفاء بالتأكيد. أحسنت عملا، لكن بقي لدينا الكثير. هناك المزيد على يسارك. إلى اليمين الآن. لا.
ناتو. إدنا، لقد وصلت الشاحنة الخارقة للمساعدة. أيها الشاحنة الخارقة، النيران انتشرت في الحديقة. ستستعمل إستي 3000؟ يا إلهي، أنا متشوقة لرؤية مفعولها هذه المرة. خزان مياه مذهل. واو، إنها تنجح حقاً. إنها تخمد النيران أيضاً. أوه لا كارل، عليك إيقاف الحريق قبل أن يصل إلى هناك. الحمد لله، الكارثة أوشكت أن تحدث. واو، حركة مذهلة ماري. صحيح، أعتقد أنه يكفي نيراننا اليوم. تريد أن يقفز مارلي فوقك؟ حسناً، استمتعوا بوقتكم يا رفاق.